السائل: أنا رجل أؤذن في مسجد ثم أخرج وأصلي في مسجد آخر ولا أصلي خلف ذاك الإمام. نعم. يقول أنا رجل أؤذن في مسجد ثم أخرج وأصلي في مسجد آخر ولا أصلي خلف ذاك الإمام الذي أذنت في مسجده. يقول: هل يجوز فعلي هذا؟ لا، صل في المسجد الذي أذنت فيه إلا إذا كان لك حاجة توكل واحد لذلك وتروح، ما خالف. أما أنك تترك الصلاة في المسجد علشان نفسانية بينك وبين المؤذن ليس لكراهة في دينه وإنما لأمر غير ديني وإنما هو لمقاطعة، فلا يجوز لكم هذا. تصالحوا بينكم، يسمح بعضكم عن بعض، وصل في المسجد الذي أذنت فيه مع الجماعة، لئلا يقولوا لماذا يخرج من المسجد، لماذا يحدث تساؤلات. نعم.